بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله صيامكم وصلاتكم بحق محمد وآله الطاهرين. وسؤال اليوم 24 من شهر رمضان المبارك. هناك في بعض الأحيان قد يغلب على الصائم العطش، يغلب عليه العطش في نهار شهر رمضان بحيث يخشى على نفسه الضرر، يقول أنا إذا استمريت على هذا الصيام راح أخشى على نفسي الضرر أو الهلاك، فماذا يفعل إذا خشي الصائم على نفسه الضرر بسبب الصيام؟ السؤال هذا الجواب يقول سماحته: إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، أو كان حرجيا عليه بحد لا يحتمل، يعني إذا كان الصيام يؤدي إلى حرج لا يتحمل، ليس مجرد تعب، لا، بحيث يصل إلى مرحلة الحرج الذي لا يتحمل، ماذا يفعل الصائم هنا؟ يقول سماحته: جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة، يعني يشرب غلاس ماي أو نصف غلاس ماي بالمقدار الذي هو يرفع عنه الضرر أو الحرج، يرفع عنه الحرج أو الضرر، يشرب الغلاس أو نصف غلاس بحسب المقدار الذي يرفع الضرورة. جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه على الأحوط وجوبا طبعا أو على الأحوط لزوما. وإذا شرب بعضا من الماء في سبيل رفع العطش حتما سوف يفسد صومه، بالتالي يجب عليه القضاء بعد ذلك. قال: ويفسد بذلك صومه ويجب عليه الإمساك تأدبا على الأحوط. بمجرد أن يشرب الماء حتى يرفع الضرر والحرج سوف يفسد صومه، بالتالي يجب عليه القضاء، ولكن مع ذلك على الأحوط عليه أن يمسك، يعني لا يظل يتناول الطعام باعتباره هو مفطر، بل لابد على الأحوط أن يمسك في صيامه تأدبا واحتراما لهذا الشهر الفضيل في بقية النهار، ولا خلاف في ذلك. هذا واضح بالنسبة لصوم شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم ببركة محمد وآل محمد.